أعمال فنية تخاطب الجمهور وتعبر عن أفكار ومشاعر مختلفة يجسدها الفنان جمال الجساسي وابنته جمانة بالألوان والزخارف في لوحات تسرد الواقع وتنطق بقوة التأثير وهي صامتة، ينشرون الفرح بصوت الفن لتعلو الألوان وتمتزج في لوحة الحياة. فخور بهذا العدد الجميل، العدد اللي معاه الشغف في انه يتعلم اللي هو عن اساسيات الالوان الاكريليك، الرسم بالالوان الاكريليك. وانا اتمنى انه من الاباء ينتبهوا لابنائهم، الابن اذا كان عنده موهبه انه يستغلها وانه يمارس مع الموهبه هذه بحيث انه يشارك ان شاء الله ويكون ان شاء الله فنان معروف وفنان له اسم وله صدى في البلد. جمال وجمانه يؤمنون بأن العطاء والمشاركة هما روح الفنان، مجسدين ذلك من خلال تقديم برنامج تدريبي للرسم ضمن ملتقى أساسيات الرسم بالمجمع الرياضي بعبري بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومشاركة أكثر من 100 طفل بهدف نقل الخبرات وتطوير المواهب. تعلمت الفن من طفولة، كان عندي شغف بالفن وبدأت الفن لما شفت والدي يرسم في فترة الجائحة، كان حجر، ففكرت في أني أستغل هذه الفترة في الرسم، والحمد لله رب العالمين أشارك في كثير من الفعاليات والمعارض هنا في السلطنة وفي الخارج، وأحب أني أكتشف أشياء أكثر في الفنون. شاركت اليوم عشان أتعلم أشياء جديدة وأتفنن في المستقبل أكون فنانة وموهوبة معروفة بين كل الناس. من طفولتي وأنا أرسم، يعني بديت أرسم على الورق وبعدين تطورت إلى اللي هو الرسم الرقمي، وحبيت أني أشارك في هذه الفعالية عشان أبدأ أتعلم على مجال جديد اللي هو رسم على الكانفس والألوان الأكريليك. يأتي الملتقى ضمن جهود الوزارة في تعزيز الجانب الفني بمختلف جوانبه باعتباره قطاعا حيويا مؤثرا ومواكبة للتطلعات المستقبلية في تمكين الشباب ودعم مهاراتهم محليا ودوليا.